بسم الله الرحمن الرحيم. صبحكم الله بالخير. نشكر أصحاب السعادة والحضور الكرام على مشاركتهم لنا اليوم في افتتاح أكاديمية سايبر جيت. الأكاديمية هذه ما هي إلا امتداد لنهج نؤمن به ونعمل به منذ تأسيسنا في هذا المجال. الحمد لله اليوم على مدار السنين القصيرة الماضية ساعدنا في تدريب وتمكين مئات الشباب المواطنين في هذا المجال، واليوم الحمد لله يخدمون مئات المشاريع على مستوى الدولة. اليوم هذه محطة، والمحطة هذه طموحاتنا ورؤيتنا لها كبيرة، وإن شاء الله بمشاركة الجميع راح تكون عامل ممكن للشباب الإماراتي في هذا المجال، ونتمنى التوفيق للجميع وشكراً.